بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة. هذه المحاضرة هي الجزء الثاني من المحاضرة الثانية لنوت أوبريشن 1 في موضوع الأبزوربشن تري أو تري. هنا راح ناخذ هو الإكزامبل الثاني. الإكزامبل الثاني هنا موجود هو it is required to remove 99% of solute C from a solution of C in gas G by using a pure solvent liquid L in a counter current gasket. هنا شو يقول لكم؟ هنا المطلوب من عندنا عملية فصل غاز داخل من الأسفل اللي هو الغاز G لمادة C موجودة بهذا الغاز. بنسبة عملية الفصل راح تكون 99% باستخدام pure solvent. هاي جملة مهمة تفيدكم بالشغل، باستخدام pure solvent. إذا 99% هنا المطنية هذا مو معناتها قيمة الغاز الداخل من الأسفل، لا، هذا مطلوب فصل 99% من نسبة الغاز الداخل من الأسفل. الغاز الداخل من الأسفل، نكمل السؤال، هو الفيد غاز containing 8 مول % من المادة C. إذا 99% من الثمانية راح نفصلها. إذا هذا هو من هو؟ هذا الواي باتوم، هذا واي باتوم. هذا واي باتوم. هاي 99% هاي راح تنفصل باستخدام شنو؟ باستخدام ليكويد اللي هو السولفنت اللي راح يذوب الغاز وياخذه وياه ويطلعه من الاسفل. هذه 99 راح يروح من عنده، يبقى لنا 1% هو المتبقي بالغاز فيس اللي راح يطلع من الاعلى. قبلها البيور سولفنت هنا من قال لي هاي الكلمة، هاي نعرف بأنه السولفنت دا يدخل من الأعلى اللي راح يفصل 99% من الثمانية الداخلة من الأسفل مال الغاز. هذا البيور سولفنت، هاي الكلمة نقدر نحصل من عندها قيمة. هاي أقصد بيها الأكس باتوم، الأكس العفو توب، قيمتها صفر. ليش؟ لانه هاي الاكس توب اقصد بها هي تركيز الغاز المذاب في السولفنت اللي يدخل من الاعلى. هذا الغاز المذاب في السولفنت اللي يدخل من الاعلى، السولفنت هنا ما بي غاز مذاب، لان يقول بيور سولفنت. من يقول بيور سولفنت؟ من يقول فريش؟ من يقول فري سولفنت؟ معناتها الاكس توب يساوي لنا صفر. اوكي طلاب، هنا يقول بانه الغاز اللي يدخل بقيمة شنو؟ بقيمة 5500 كيلوغرام بير اور. هذا من هو؟ هذا الغاز. اما السولفنت الليكويد يدخل ب 7685 كيلوغرام بير اور. اذا هذا جي وهذا ال. اوكي، فمطينا ال ومطينا جي ومطينا الواي بي ومطينا من الكلام نقدر حصلنا الاكس تو. هاي المعطيات مال السؤال. ايش مطلوب من عندنا؟ مطلوب عندنا ايجاد معادله تدعى قلنا بالاوبريتنج لاين اكويشن اللي عرفنا شلون نطلعها بالاكزامبل رقم واحد، وايضا طالب من عندنا النمبر اوف تري عدد الصواني اذا كان الاوفر اول افشنسي تو بي 40%. مطينا هنا الافشنسي. مطينا الاكوليبريم ريليشن، هنا هالمره مطينا اياها الاكوليبريم مطيناه على شكل معادلة y يساوينا 1.32x. دائما طلاب من الإكوليبريم ريليشن هنا راح نستفاد من هاي القيمة. هاي القيمة هنا هي من هي؟ هذا هو m. راح نستفاد من عنده بشغلنا وين؟ بالطريقة التحليلية. إذا طالب من عندنا مطلوبين الأوبريتنج لاين إكويشن، والمطلوب الثاني هو عدد الصواني. ايضا هنا طلاب ما محدد لنا الطريقه اللي راح نوجد بها عدد الصواني، فاذا انتم مخيرين بالثلاث طرق الموجوده عندكم حسب ما متوفر لايجاد. بس هنا لو قال لنا جرافيكال نوجدها بالرسم، لو قال لنا اناليتيكال نوجدها بالقوانين. هنا ما قايل، فانا راح احل لكم بثلاث قوانين بثلاث طرق على مود تكون الطريقه اي طريقه تستخدموها لكم كيفكم. نيجي مثل ما قلنا بالاكزامبل رقم واحد، المفروض قبل ما نبدا باي طريقه المفروض انا عندي خمس شغلات اساسيه لازم نطلعها. هاي اساسيه اللي هي اكس توب واي توب،
X bottom Y bottom زائدا ال M. ال X top أنا قدرت أحصله لأن بيقول pure solvent معناتها X top يساوي صفر اللي هو كاتبه بصفة هنا free solvent. مطيني ال Y bottom 8%. بقالي ال Y top وال X bottom. ال Y top أقدر أطلع دائما شو أقول؟ ال Y top يجي من ال Y bottom مضروب بيش في المتبقي. دائما ال Y bottom مطينيها 8%، ايش قد يتبقى من عندي؟ دا يتبقى 1% لانه هنا دا يقول لي لي فوق 99% راح افصله، فايش قد متبقي عندي؟ 1% اللي راح يطلع من الاعلى. ف 0.08 في 0.01 تطلع قيمة ال Y top 8 بالألف. هاي الواي توب. بقالنا الاكس باتوب اللي هو المجهول رقم 4. دائما المجهول رقم 4 سواء كان الاكس باتوب او اي مجهول رابع من اذن الاربعة احنا نطلع عن طريق شنو الاوفر اول ماتيريال بالانس. نفس الطريقة اكزامبل رقم 1 فالاوفر اول ماتيريال بالانس كل شيء متوفر عندي الجي اس الال اس الواي باتوب واي توب اكس توب راح يبقى لي الاكس باتوم اعوضه بالقانون راح يطلع قيمة الاكس باتوم. طلاب مثل ما قلنا سابقا الجي والال لازم تكون بنفس الوحدات. بالاكزامبل رقم واحد الجي والال كان كيلو مول بير اور اثنيناتهم، بهذا الاكزامبل اثنيناتهم كيلو جرام على اور او منت whatever. إذا اثنيناتهم لازم تكون بنفس الوحدات، ماكو مشكلة اثنيناتهم سواء كان اثنيناتهم كيلو مول أو سواء كان اثنيناتهم كيلو جرام، المهم هي تكونون بنفس الوحدات. وجدنا قيمة الـ X باتوم. نجي راح نبدي بحل أول مطلوب اللي هو الـ Operating Line Equation. Operating Line Equation دائما مثل ما قلنا هي عبارة عن Material Balance بين أحد الصواني أي صينية تختاروها ويا الـ Top of Column. هاي المعادلة موجودة هنا هي معادلة ثابتة. هاي المعادلة والمعادلة هاي طلاب هاي هي ثوابت بكل سؤال تنزل ماكو تغييرات ما يصير بها تغييرات. فمن نقول overall بأي سؤال أنا نزل الoverall، من أقول لإيجاد الoperating بأي سؤال أنا نزل هاي المعادلة، هي هاي نفس هاي بس الاختلاف بها شنو؟ مثل ما قلنا الـ Y bottom راح تتحول إلى فقط Y والاكس باتوم راح تتحول الى اكس. كل شيء موجود بهاي المعادله اعوض ما عدا الواي والاكس ما عوضها. ما عوضتها صارت المعادله بهالصيغه، من ما عوضتها كل شيء انا موجود عندي. راح اعوض البقيه، ابقي فقط الواي والاكس على مود اطلع واي فانكشن اوف اكس، حصير عندي معادله بهالصيغه. دائما المعادله مال اوبريتنج واي يساوي دائما y يساوي معامل x ناقصا ها اللي هو y يساوي ax زائدا او ناقصا b. ها هي معادله الاوبريتنج لاين اكويشن. اوكي طلاب هذا وجدت اول مطلوب بالسؤال. ثاني مطلوب بالسؤال هو عباره عن شنو؟ إيجاد عدد الصواني. مثل ما قلت لكم أكو ثلاث طرق، راح نبدي بطريقة graphical method. graphical method من أريد أرسم أنا لازم أوفر equilibrium line أو curve و operating line. equilibrium line أو curve شلون أبدي أرسمه؟ أما يعطيني هو أصلا بالسؤال ديته X جدول X و Y مثل ما السؤال الأول أو يعطيني على شكل معادلة. السؤال الأول عرفناه بالإكزامبل رقم واحد بأنه هو مطيني الإكس والواي رأسا نرسم. بالإكزامبل رقم اثنين هذا ما مطينيها، مطينيها على شكل معادلة. شو أسوي بهاي المعادلة؟ شلون أحصل على ديتا؟ راح أبدي أفرض، أفرض الإكس صفر بالمعادلة يطلع لي واي، أفرض بوينت أو واحد يطلع لي واي، بوينت أو اثنين إلى وصلنا البوينت أو سكس. هسه راح أكو تساؤلين راح يسألوني عليهم. أول تساؤل، ليش فرضنا بوينت او واحد؟ ما فرضنا بوينت واحد.
ليش فرضنا 0.01 ما فرضنا 0.1؟ ليش؟ تعتمدون على من هو الاكس طلاب؟ نعتمد على من هو على اكس؟ انتبهوا، نعتمد على الاكس بي، نعتمد على قيمة من هو الاكس بي. الاكس بي ايش قد طلع عنا طلاب؟ ايش قد طلع عنا قيمة الاكس بي؟ طلع عنا 0.056. اذا معناتها مو افرض ابدي افرض 0.1، المفروض هنا هاي الاو راح تتحكمني 0.056، من افرض ابدي من صفر ابدي 0.01 0.02 0.03 وصلت 0.05 اباوع الاكس 0.056. اذا افرض اعلى من قيمه اكس بي بشويه، كاتب لكم اياها always a little more than اكس بي. اخر قيمه اللي ابدي افرضها اوصل الى قيمه شويه تكون اعلى من الاكس بي 0.06. اذا عرفنا من هذا الجدول شنو اللي ابغي افرض، شلون ابدي افرض. ينتبه على حد الاكس بي هو شنو، هو 0.5. اذا قايل 0.5 افرض 0.1 0.2 0.3، اذا قايل 0.05 لنفرض هو 0.5 او 0.05، انا احكي على الصفر بعد الفارزه. اذا هنا عندي انا 0.05 فابدي افرض 0.01 0.02 لي وين انتهي؟ انتهي الى قيمه افرضها اعلى من الاكس بي بشويه. وليش؟ هسه اقول لكم ليش. من ابدي ارسم ابدي افرض بقيمه اعلى بقليل من قيمه الاكس بي، فتكون عندي هذا الجدول، تكون عندي هذا الجدول اللي هو قيمه الاكس وواي، هو هذا اللي راح ارسمه. شو احصل من هذا الجدول؟ احصل الاكوليبريم لاين. اوكي، راح ابدي مثل ما تعلمنا بالاكزامبل اللي قبله بانه الاكس والواي شلون من متكون الرسم من اكس وواي. ابدي افرض اول شيء دائما 0.0، ابدي افرض بالصفر صفر. القيمه الثانيه الاكس 0.01 والواي اول شيء خلي الحدود 0.01 0.02 0.03 4 5 6 اخر قيمه 0.06 للاكس. ابدي لقيم الواي، قيم الواي ايضا 0.01 0.02 0.03 0.04 4 0.05 0.06 0.07 اخر قيمه المطينا اياها للواي وجدناها 0.079 يعني مع تقريبا 0.08 هنا. فنبدي نسقط الاكس هو 0.01 الواي 0.013 يعني تقريبا هنا، هاي اول حد اول قيمه. بعدين 0.02 0.02 0.06 سوري 0.2 0.26 هذا وراها 0.03 هنا عندنا 0.39 تقريبا معناتها 0.4 نشهد هذا 2.6 0.04 مقابلة 0.052 هاي الأربع سوري هنا اكو 1 2 3 4 0.04 0.5 هاي 5 5 2 0.05 0.06 6 هذا 6 0.06 0.8 تقريبا هو 6.8 هذا 6 وهاي هاي هذا من اوصله
هذا من هو؟ هذا هو الإكوليبريم لاين. هذا الإكوليبريم لاين حصلناه بفرض قيم للإكس بالمعادلة اللي معطينا إياها. دائما نبديها من الصفر وننهيها قيمة الإكس المفروضة شوية أكثر من قيمة الإكس بي. هذا هو الإكوليبريم لاين. نجي على الأوبريتنج لاين. الأوبريتنج لاين من نقطتين، هاي النقطة وهاي النقطة. طلاب هاي النقطة وهاي النقطة، أول نقطة اللي هي صفر فارزة 0.008، هذا من هو؟ هذا X top Y top. أول نقطة X top Y top. ال X هي صفر، ال Y top 0.008 تقريبا، يعني كلش قليلة كلش قليلة. فإذا لاحظتوا هنا وبدينا من الصفر اختلف عن السؤال الأول. السؤال الأول ما بدينا من الصفر لأنه حسب القيم، لأنه السولفنت الموجود اللي يدخل بالبداية يحتوي على الغاز، فإذا هو ما يبدأ من الصفر. بس هنا اللي قلنا pure فبدأ من الصفر. قيمة الثانية اللي هي هاي، هذا هاي معناتها شنو عندي؟ 0.056 فارزة 0.08، هذا من هو؟ هذا ال X bottom Y bottom. 0.056 يعني قيمتها هنا تقريبا 0.08، قيمتها هنا هذا، هاي قيمتها، هاي النقطة. إذا هاي النقطة هي من هي؟ نفرض هاي كيو، طبعا ما يكتب هنا، هاي كيو وهاي من هي؟ هاي البي. هاي نقطة وهاي نقطة، فأجي أوصل بين البي وبين الكيو. شوية تنتبهون بالتوصيل، وشوية ما راح أسيطر كلش لأنه المشكلة عندي الخطين كلش متقاربة. هذا هو رسمته الأوبريتنج لاين بين نقطتين فقط تتوصل بالأوبريتنج لاين. لاحظوا هنا النقطة Q اللي طبعا مدى أقدر، هاي 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 النقطة Q. هاي النقطة Q مين متكون؟ شلون الرسم وضعت هنا؟ اكس بي واي بي. الاكس بي هنا هنا هي هاي النقطة. اما بالاكوليبريم لاين شوفوا هاي النقطة، هاي النقطة هاي دا اشر عليها، هاي اخر نقطة اللي فرضتها قلت لكم لازم تكون اعلى بشوية من الاكس بي على مود شوية يطلع للاوبريتنج. لانه من قيمة الكيو هاي النقطة، هاي النقطة راح انزل عمودي وين؟ انزل هنا مثل ما قلنا، وبعدين افقي، وبعدين عمودي، بعدين افقي، عمودي، افقي، عمودي، افقي، واستمر الى احصل. طبعا تلاحظون بانه عدد الصوان حيكون اكبر مثل ما قلت لكم من في حالة اذا ابتعدت الاوبريتنج لاين عن الاكوليبريم لاين. طبعا هنا بالرسم راح يطلع 33 مثل انا مطلعها، لانه ما دا اقدر اضبطها عند الرسم، عمودي افقي، عمودي افقي. بس هو من ترسمه مضبوط راح يطلع لكم 33، يطلع 32، يطلع 30، يطلع 35، ماكو مشكلة صينية او صينيتين او ثلاثة مختلفة عن الحل مالتي او الحل باي مكان. لا تخافون طلاب، ما طول هو رسم وتسقية نقاط ما يطلع واحد يشبه الثاني، ما يطلع عدد الصوان للطالب يشبه عدد الصوان الغير طالب. يجوز يشابهون طلاب 2 3 4 بس يعني اكو اختلاف، واحد يطلع 30 يجوز 28 يجوز 33 صحيح يطلع، يجوز 35 34. بس لا تقول لي طلعته مثلا هو المفروض يطلع 30 انا طلعته 10، يعني مو هيك فرق 2 3 4 يجوز 5 بس هاي بعيده يعني اذا حسبها. لا يعني انا اقول لكم يطلع فرق 2 ماكسيموم 3 ثواني عن البقيه، يعني واحد يختلف عن الاخر. هنا طبعا اكو طلع هوايه فرق عن اللي حصل انا يعني كاتبه، بس لانه قلت لكم شويه ما مضبوط كلش الرسم. المبدا بانه شلون تعلمنا شلون نرسم
والملاحظة الثانية اللي لاحظناها بأنه في الحالة إذا كانت الـ two lines متقاربة كلش راح نحصل على عدد ثواني أكثر. هنا حصلنا على 33 صينية. هاي هو الـ theoretical. بما أنه معطيني الـ overall tray efficiency اللي هو 40%، فأقسم 33 على 0.4 راح يطلع لي 83 صينية نحتاجها لعملية فصل 99% من الغاز الداخل. هاي هي طريقة الـ Graphical Method. نجي هنا على طريقة الـ Analytical Method، نفس الطريقة السابقة طلاب، نفسها بالإكزامبل الأول اللي أخذناه، نفسها. الشيء اللي اختلاف بأنه الأم الموجود هنا ما راح أوجده آني، وإنما هو مطنياه أصلاً بالمعادلة. هاي الأم مطنياها بالمعادلة اللي هي قلنا الـ Y يساوينا 1.32X. إذن هاي الـ 1.32 بالمعادلة مال الإكوليبريم هي قيمة الـ M. نفس الشيء طلاب اللي طبقناه بالإكزامبل رقم 1 هنا بالإكزامبل رقم 2. بالعكس هنا احتمال أسهل. ليش؟ لأنه الـ X top موجود هنا هو قيمته صفر من أطبقه، فهذا الحد كله هذا الحد راح يعتبر راح يصير قيمته صفر. طلع لي ايش قد طلع لي عدد الثواني 34، باختلاف هالمره قيمتها كلش مشابه ويا من ويا الجرافيكال ميثود 33، لانه الداتا اللي حصلها هو هناك بذاك الاكزامبل الاول احتمال كان عنده خطا، اما بالاكزامبل الثاني المعادله المعطيه شويه كانت مضبوطه. فصار هنا بالطريقة التحليلية وطريقة الرسم هنا متشابهة تقريبا عدد الثواني. النظرية طلعت 34، بالرسم طلعناها 33، أقسم على الكفاءة اللي هي 40% راح يطلع لي 85 عدد الثواني. هاي بالطريقة الثانية اللي هي كريبزر إكويشن باستخدامها. بالطريقة الثالثة نفس اللي احنا قلنا وشرحنا بأنه باستخدام بالتشارت، بأنه عندي لازم الـ Y axis قيمتها أعرفها اللي هو منه هذا الكسر اللي هو يحتوي على الـ Y top, Y bottom, X top والـ M. يعني كل هذا موجودة عندي، راح أوجد قيمته، طلع قيمته 0.01. وين هالـ 0.01 اللي هي هياته؟ هذا الـ 0.01، هذا بالرسم، هذا الـ 0.01. خلي ببالي دائما بأنه اتجاهي حيكون روح على الكيابات. لازم ايضا اوجد قيمة منو الـ A. انا وجدت سابق الـ A بالطريقة الثانية، طلع قيمته 1.058، قربته الى 1.06 اللي هو 1.06 اللي وين 1. هو ما عندي كيرف 1.06، عندي اخر شي كيرف 1.05 ورايتي عندي 1.1. اذا معناتها هي المنطقة اللي هي موجودة بين اذن الاثنين، يعني تقريبا حتكون هنا هذا الكيرف هنا. فهذا امده بأفقي أوصل إلى هنا، ما قلنا ما عندنا هذا الكيرف، عندنا قبله وبعده، فتقريبا هنا أنزله فصار قيمته تقريبا هنا بواقع بين 30 و40، فأنا مطلعة 35. فإذا 35 هاي حصلته من الكريزمر تشارت، بالرسم حصلت 33، بالمعادلة 34، بالشار 35. ومثل ما قلت لكم هاي عملية فرض أصلا صارت نتيجة فرضنا بأنه لين ما موجود عندي هنا الكيرف 1.05، فاحتمال واحد يطلع 40، واحد يطلع 30، حسب تسقيط إيدك مالتك. وماكو مشكلة لأنه قلت لكم أي شارت أي رسم بنسبة خطأ، فحصلنا على 35 بس نسبة مقبولة جدا لأنه قريبة جدا من اللي طلعناها بالطريقتين السابقة. هذا هي النظرية، أقسمها على الإفشنسي راح يطلع عندي 88 تري موجود لعملية فصل 99% من الغاز الداخل إلى التري أو إلى absorption تري. هذا هو نهاية الإكزامبل الثاني. الإكزامبل الثالث والأخير هنا بي فكرة تختلف شوية، إكزامبل تختلف بس بسيط بس بي أفكار حلوة، لانه راح اكو في الطريقة معينة للحساب احنا ما اخذناها بالاكزامبلات الاثنين اللي موجودة قبلها. هنا دي قلنا سيف تري تاور is being designed of gas absorption process then tarring gas contains 1.8 mol percent of A. اذا معناتها ادي هذا المطنية هو من هو هذا الواي باتوم، هذا الواي باتوم
لأنه بالغاز الداخل عنده نسبة 1.8 من الغاز. لازم الغاز بأنه راح يغادر التوى ما يزيد نسبته عن 0.1 مول بيرسنت. إذا هذا هو دا يقول لي، دا يقول لي الغاز الخارج من الأعلى ما يزيد نسبته عن 0.1. إذا هذا الواي توب، إذا هذا من وين؟ هذا واي توب. واي توب. الشيء الجديد هنا بس قبله، the liquid to be used absorb initially contain 0.01%. إذا هذا معطيني إياه بأنه دي يقول لي الليكويد اللي يدخل يحتوي على 0.01 من A. إذا هذا من وين؟ هذا X top. معطيني إياه قيمته 0.01. إذا معناته معطيني ال Y bottom, Y top, X top. معطيني إياها ثلاثتهم. The system obey Henry's law with M يساوينها. إذا مطيني الميل، الميل مطيني قيمته 1.41. إذا هو الميل هنا هسه مطيني هذا الميل هسه هو مطيني قيمته 1.4. الشيء الجديد هنا انتبه على هذا طلاب. The molar liquid to gas, liquid to gas يعني أقصد به L على G. إيش قد مطيني إياها؟ 2.115. وين هذا المطيني 2.1؟ مال من وين؟ bottom. تابعوا هنا شنو وين؟ bottom. داش أخبر هاي عم تنتبهون. bottom. إذا هذا L bottom و G bottom. نكمل السؤال. And at the other extreme is 2.3. إذا هذا هسه المطيني إياه مال من وين؟ L over G top. إذا مطيني ratio نسبة L على G مال bottom ومطيني نسبة له L على G مال التوب. هنا نكمل وبعدين نشرح. For this condition it has been seen that مطينا هنا ال efficiency مال من يوه هذا ال EMG Murphy efficiency 0.65 find number of tray. إذا نريد عدد الصومالي أنا هنا مطينا ratio ال L over G مال top ومال bottom. أنا سابقا قايل لكم أنا بالمحاضرة بأنه ال L وال G هي ثابتة، نفسها اللي ال L نفسها اللي تدخل نفسها اللي تطلع، والجي نفسها اللي تدخل ونفسها اللي تطلع. بس في بعض الأحيان الـ L أو الـ G ما تكون نفسهم، فشكون حسابهم غير شكل. من تتغير علي من يأثر طلاب، هاي ملاحظة مهمة، من تتغير الـ L والـ G علي من يأثر؟ يأثر على حساب قيمة الـ A اللي هي الـ absorption factor. يأثر على حساب قيمة الـ A الـ absorption factor. شنو الـ A؟ يعني الـ A شي يقول؟ الـ A absorption factor L على M في G. L على M في G فهي معناته يأثر على قيمة الـ A. أنا لازم عندي من أوجد الـ number of tray عدد الصواني، لازم عندي أنا أي وحدة. بس هنا معناته راح يصير عندي 2 of absorption factor، عندي 2 A، لانه عندي ال L وال G مال التوب تختلف عن ال L وال G مال الباتوم، معناته راح احسب ال A مال التوب بحد واحسب ال A مال الباتوم بحد. ال A مال التوب بحد وال A مال الباتوم بحد، لان مطيني ال L توب على G توب عندي قيمته وال M عندي قيمته، راح اوجد اي واحد. هاي ال A مال التوب، اجي على الباتوم عندي L over G للبطن مطيني اياها بحد، بالاضافة الى ال M راح احسب اي اثنين. هاي مال من ولا اي اثنين؟ مال البطن. صار عندي اي واحد واي اثنين. انا ما اريد اي واحد واي اثنين، اريد اي واحدة. شنو القانون اللي عندي اربط بين الاي واحد والاي اثنين؟ عندي هذا اللي هو شي يقول حاصل ضرب اي واحد، يعني الاي
bottom او التوب في التوب صار عندي اي توب في اي بوتوم او الاي بوتوم في اي توب حاصل ضربهم تحت الجذر راح يطلع لي قيمة الاي اللي انا اريدها فاذا حاصل ضرب القيم اللي وجدناها طلعت قيمة الاي 1.57 هاي قيمة الاي انا احتاجها هي قيمة واحدة عندي الواي بوتوم عندي الواي توب عندي الاكس توب عندي الان استخدم قانون كريمزر اكويشن لايجاد قيمة من هو ايجاد قيمة الان الواي بوتوم واي توب اكس توب ان اي طلعتها اعوضها بها راح اوجد قيمة ال وجدنا قيمة الان تقريبا طلعت 4.65 دائما طلاب هاي ملاحظة ايضا مهمة لايجاد العدد الصواني النظرية باستخدام القانون طبعا ما راح يطلع لنا رأسا رقم صحيح بس المفروض من تنكتب لازم احنا نحولها لرقم صحيح سواء كان هذا بهاي الصيغة هاي هنا لو كان البوينت اللي هي هنا 6 طبعا 6 اكثر فمعناته يقرب الى اقرب عدد صحيح للاكبر فيصير 5 فيصير 4.64 فالشيء يصير 5 لانه 6 اقربها اعطيها للاربعة لو كانت الستة مو ستة اقل من الخمسة يعني 4-3 هاي الستة لو كانت اقل يعني 4-3-2 ارجع اقول كم صيني عندي يكون 4 فهي عدد الصواني من هو النظرية انا اريد اطلع عدد الصواني العملية اقسم على الافشنسي هنا الافشنسي المطينية طلاب المطينية مع الميرفر افشنسي الميرفر افشنسي بهذا الموضوع بهاي الصيغة هذا السؤال ما اقدر استخدمه لازم استخدم efficiency اللي هو الاوفرول ليش لان ديت المطيني اياها ديت اللي استخدمتها مال ال L وG وعن طريقها اوجد ال A استخدمت مال التوب والبطم يعني اخذت اخذت مال من فوق الكولوم الى الاسفل اخذت الجهاز كله فراح اشتغل على الاوفرول efficiency الاوفرول افشنسي ما استخدم الافشنسي المطينيها الميرفي لازم احول الميرفي الى اوفرول الميرفي اكو علاقه بين الاوفرول والميرفي افشنسي اللي هو هاي العلاقه اخذناها سابقا اللي هي تربط بين الميرفي افشنسي والاوفرول افشنسي انا احتاج بيها بس قيمه الميرفي افشنسي المطينيها بالسؤال واحتاج قيمه الاي اللي وجدتها هسه اني هذا القانون انا حافظه قانون الاوفرول اعوض عنه بقيمه الميرفي افشنسي بالإضافة إلى الـ A راح أوجد اللي هي الـ overall هاي الـ overall أقسمها على عدد الصواني راح يطلع لي هاي قسمتها راح يطلع لي عدد الصواني الحقيقية 8.3 قلت لكم ما يصير تقولون بالأخير عدد صواني مو عدد صحيح لازم نحوله إلى عدد صحيح بما أنه الثلاثة هي أقل من 0.5 فأرجعها فمعناتها عدد الصواني طلعت لي 8 هذا هو اخر اكزامبل في موضوع الابزوربشن تري فان شاء الله اتمنى لكم الموفقة ويكون محاضرتنا خفيفة وبسيطة استودعكم الله